كم من عوادان وإن شاء الله ديما فرحي شركة جاكم وكيف العادة والكوبون خلاه اتنين عساكم من عوادان وإن شاء الله ديما فرحي شركة جاكم مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامج كوبون خمسه. تحيه لكل من شاهد فينا على التلفزيون الليبي الرسميه وتحيه لكل من هو حاليا قد معنا وشاهد برنامجنا اللي يجيكم يوميا على مائده الافطار بعد اذان صلاه المغرب في مدينه بنغازي الحبيبه. برنامجنا برعايه مرمره مول والكوبون كوبونين وجوائزنا عارفين دائما عباره عن كوبون شراء قيمته 50 درهم مقدم من مرمره مول، ولكن اليوم احنا قاعدين في الخيمه الرمضانيه لتجهيز ملابس لاطفالنا واحبابنا وكل الأعمار. خيمة مرمرة مول دايرين ملابس تركية بماركات عالمية وألوان شايفينها طبعا ولا أروح. احنا حاليا قاعدين توا يجهزوا في هالخيمة باش يفتحوها بإذن الله تعالى اليوم أو بكرة، والملابس حتكون مفاجأة لجميع أهلنا في مدينة بنغازي بأن ملابسنا اليوم ومن ملابس مرمرة مول تركية أصلية ماركات وألوان ونسال قطعة 15 دينار فقط لغير. كيف ما هو حامل شعارنا بنغازي نبنوها نبنوها في المول وفي الخيمة بنغازي أيضا نبنوها نبنوها. لما تكون سعر قطعة 15 دينار بماركات ولا أروع، أنا شايفك إن ما شاء الله يعني حاجات البنات والعيال بماركات حلو. طبعا الأعمار من سن تقريبا من سنة عند 14 سنة. تحية كده نوجهها للشباب حاليا قاعدين يجهزوا في الخيمة، احنا جينا هم يخدموا. الله يعطيك الصحة أخويا، كويس إن شاء الله عليك. فحيكون جوائزنا ايضا حتى من ضمن الخيمه الرمضانيه حيكون عندنا جوائز فيها، يعني في اللي حياخذ معنا كوبونات للغذائيه، في اللي حياخذ معنا كوبونات للملابس. حنمشي ونخشوا للمول عليه ما الشباب جهزوا الخيمه بتاع الملابس، يعني ولدك وبنتك حاجتك حتلقاها عندنا، حتعيد من عندنا، حتاخذ ملابسك من عندنا. اسعارنا كما قلت لكم 15 دينار للقطعه تركي، يعني بالدولار كم؟ 2 دولار 3 دولار فقط لقطعة الوحدة، وكلها ملابس تركية وأعمار حنحوصلهم. ترابك نحصل حاجة مقاس القماطي، مقاس القماطي، القماطي يجي يلبسك، هذا يلبسك القماطي قصير شوية معنا عيب الجماعة كامل، بك نحصل مقاسات كبار شوية لينا. تحية كده جمال فارسي محمد البدري ومحمد القماطي، تحياتي كل من معانا في مرمرة مول. تعالوا نخشوا للمول جو ونبدو حلقتنا معاكم ونشوفوا من اللي حيفوز معنا بجوائزنا اليوم مقدمه من مرمرة مول وبطاقات دعوه لحضور مسرحيه فنان هيثم درباش دوله رساف للسرافه اللي تجيكم يومين على المسرح الوطني الساعه 11 في الليل. نور يا بدري ما شاء الله عليك، بدري تجي في حركات لا قوه الا بالله، يدير في روحه مبدع. انت كيف؟ تفضل يا بدري. تحيه كده لبدري. حماد يلا، لا ما شاء الله عليه، ما شاء الله يحبوك. السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله انتم بخير. هاك سعيد، شو اخباركم؟ طبعا خشينا في اجوانا مره مكتون وجهنا. السلام عليكم، شنو حالك اليوم؟ شنو اخبارك؟ صحه باهيه. يلا نبدو، احنا درنا مقدمتنا برا وشفنا اجواء، عندنا طراوه تكييف احكي لك عليه بك. تعالوا شوي. السلام عليكم محمد، شنو حالك اليوم؟ شنو داير؟ الله يسلمك ويبارك فيك، الله يعاون. شنو اخبارك اليوم؟ شنو داير؟ الله كروستا صايرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا استاذ محمد، شو حالك؟ الله يعطيك العافية. وانت طيب ان شاء الله. عفوا عليك. الامور كان محمد الحداد. محمد شو اخبارك؟ كان كروستك صغيرة انت؟ مش لا لا خشي جو من قلت الله هذه بس. شباب اعطونا كروستة كبيرة لعمك محمد. الله يسلمك. ابو جائر انت سابق الرا. وين؟ الحوش اللي خلفنا دغري. جارية حمودة حمودة يا جاري كبر علي يما. اي منطقة انا سكنت؟ الليتي. تحية أكيد لأهلنا في الليتي، كلمة ربي يحفظهم إن شاء الله يا رب. قول يا حداد. نعم يا محمد. يقول لك طبعا أنت عارف برنامجنا. إن شاء الله. تمام. يقول لك سؤال، من هو أول الرسل؟ أول الرسل. مش سيدنا آدم. سيدنا آدم بونا. نعم. إن شاء
ليش تقول لي ادم؟ انت روحك شاطر من الاول. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. محمد اخر الرسل. اخر الانبياء سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، من اول الرسل؟ والله علمها لك، عندك عشان تعزم، بس لكن بديل حلقتنا. بس عرفت ما مش باخذين عليه. هل هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام او سيدنا نوح؟ اكيد سيدنا نوح. طب سيدنا ليش؟ سيدنا محمد اخر الانبياء. اخر الانبياء. رحمه الله على كل الانبياء، ان ربي يشفعنا بشفاعتهم. هذه بطاقه الدعوه لحضور مسرحيه فنان هيثم درباش دوله الاسرافه، كل يوم في المسرح الوطني الساعه 11 في الليل، تمام؟ وضع كبون شرقي، انت 50 دينار مقدم من مرمى المول. باهي. يا كبر كروستك يا معدي. بارك الله فيك يا حميد، وان شاء الله فرصه سعيده، وكل عام وانتم طيبين ان شاء الله، وربي يهدي حال البلاد. امين. ويصلح حال العباد ان شاء الله، وما ناكل خير. شكرا انت بخير. سلمك يا حبيبي. هياك قصه كبيره، تعال هاك. غير فيها حاجتك هي. بارك الله. خدمات يطلق مرمره لا قوه الا بالله. تسلم. اكيد تحيه نجول لحوجتنا. السلام عليكم. خير يا حبيبي. خير يا باتي، كيف حالك؟ صوت طيب. شلونك انت بخير؟ طيب. كانك هايسه جايه جنب الهريسه هنا يا حاج. الهريسه. جاتك تتعشى على الهريسه. ايوه. خلك انت بخير. تعرف عليكم. هذه عبد الحميد اسمي. شنو اجواء مرمى المول او حاجه واسعار المول؟ لا ما شاء الله والله كويس الحمد لله. شفتي برمجنا من قبل؟ انت بحكيك من حتى يوم الافتتاح احنا معاكم هنا. الله يطولنا في عمرك يا رب، ان شاء الله كل عام انت بخير. حويجة يقول لك السؤال، نعطيك سؤال سهل باهي. لا جل. شنو هي السوره القرانيه اللي تعادل ثلث القران؟ الله يرضي عليك. السوره لو قريناها 15 مره كان ختمنا القران. علمها لك فك، سوره قصيره. هذه فاتحه القران. هي في الاخيريات. ما هي السوره القرانيه التي تعادل ثلث القران؟ بيعطينا هريسة العلم من حد فك. كان تبي كيلو ولا نص كيلو؟ قلت لها قلت لك الحاجة خلاص اعطيها هريستها هي. تعرف هذه توشي بيل، هذه شوية زيت، شوية زيت، زيت زيتون ان شاء الله، خبزة ساخنة معها فاصوليا بالكرش ان شاء الله. طيب. هل هي سورة الإخلاص أم سورة الناس؟ إخلاص. سورة القرآن. الناس. لا سورة القرآن. إخلاص ولا الناس؟ سورة القرآن. إخلاص. أقدر. قول إن شاء الله. شنو يا جمال؟ وين عالد جمال؟ أكيد بدري. أوكي. توكل على الله. يلا بدري قال لك توكل على الله. أكيد هي صوت الإخلاص. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. هذه قصيدة الشرق 150 جنيه مقدم من مرمى مرمول. تمام؟ وهذه بطاقة دعوة لحضور مسرحية هيثم درباش دولة الإسرافة في المسرح الوطني كل يوم الساعة 11. خذي العويلة وعاد غيري جوك. إن شاء الله. أنتِ محوش وحوسة ومو عين. لا الحمد لله. إن شاء الله. كلمة تقوليها للناس. طيبين إن شاء الله كل عام طيبين، إن شاء الله ربي ييسر الجيش ويحرر لنا بلادنا. ان شاء الله كل سنه طيبين وانتم كويسين، وان شاء الله ربي يعم علينا الامن والامان ان شاء الله. يا ان شاء الله كل عام وانتم بخير ورمضانكم مبارك. ان شاء الله كل سنه طيبين. ربي يحفظك ان شاء الله. تحيه كذا لكل امهاتنا، تحيه لكل عزايزنا، تحيه لكل بنياتنا اللي يخدمها في الحواشي. خطر على العزايز على الامهات طبعا، نحب نوجه تحيه لكل امهاتنا، كل مرأة ليبية، لكل ام في هالدنيا وكل بناتنا. تلقوا البنات يخدمن في الحوش ويضمن ويطيبن ويديرن في الفطور ويغسل المسكينات بعد الفطور، يديرن في الشاهي ويديرن في القهوه والحلويات وتذقن في الفسوخ. وتلقى الشاب يا عمك البدري مقمعس، كان في الصبح راقد ينوض لك على المغرب يعيط وين الفطور، وكان هو اللي قال الفطور مشواتي حاشم بيلمه، وكان لك ما درت لاش الشاهي ولا درت الشاي صامد يقعد يعيط لك. يعني الشاب يجقق بالعافيه، والبنت مسكينه تخدم تخدم تخدم. فتحيه كبيره نوجهها لكل بناتنا، كل امهاتنا، كل زوجاتنا، ونحيي الشباب اللي يساعدوا في اهلهم في الحوش. يعني مش عيب ان انا مثلا قدم يد المعونه لامي، ممكن في ام ما عندهاش بنات ظنوتها كلها شباب، مش عيب ان جماله جمال سوايو يساعد امه، بس التقط له صوره مشوشه. فتحيه لكم كل كم تحيه نوجهها اكيد لاخوتنا وخواتنا، تحيه نوجهها لامي الحبيبه والخواتي، وتحيه نوجهها لزوجتي والكل بناتنا. ونقول لكم يا شباب ديما خلوا ايديكم مع ايدين هلكم، ساعدوهم. باي بدري ساعد امك يا بدري، باي باي بدري بطل صماط يا بدري باي. اوكي باي تمام. يلا ناخذ فاصل بسيط وعاد مجيد خليكم معنا. هذا البرنامج برعايه مرمره مول. مرمرة مول أكبر تجمع غذائي في بنغازي. أول حاجة وانت جاينا حتلقى وين تحط سيارتك وانت مطمن عليها. بعد ما تخش للمول حتلقى كل ما تبي، لحوم، خضروات، مواد غذائية، مخابز عالمية، وكل احتياجاتكم في الشهر الفضيل. أسعارنا ما فيش لها بديل، تعالوا بروحكم وتأكدوا. مرمرة مول بنغازي، نبنوها نبنوها. جيناكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام من جديد، وتحيه لكل من شاهد فينا عبر ليبيا الرسميه على مائده الافطار. تجيكم برامجنا يوميا
على أذى المغرب. سليمان شن حالك اليوم؟ طب يا حظه سليمان صايم في الصبح اليوم. تعالوا نشوفه. والله ماشي في جنجل. شنو حالك؟ شو اخبارك؟ شنو امورك؟ صايم؟ ان شاء الله. قلت لك ضارب فيك صيام ضربه صح. شو اخبار حميده معك بدر؟ ايمن حميده. اوه تعرف البدر انت؟ بدر قرعتنا اولاد عمي. شو رايك فيه بدر البدر انت؟ قول لي ايش رايك. ممتاز مكافح والله. كويس والله مكافح. طيب في القناه الرسميه يعني صراحه راجل يرفع له القبه اكيد يا نور بدري. هاي بدري كم ان شاء الله. الحمد لله بيجي بالفلس راك الريح مش كيف يا راجل. اي واحد بذل مجهود في قناه الرسميه ربي يحفظه ان شاء الله وخلي لاهله وان شاء الله. وانت بارك الله فيك ما قصرتش ان شاء الله كله هذا بميزان حسناتك ان شاء الله يحفظك ان شاء الله. قول لي شنو الحمد لله. الحمد لله. شو اسمك ربي؟ وجدي. وجدي يا وجدي. كيف صار؟ أقصر سورة في القرآن الكريم شنو؟ أقصر سورة في القرآن. أقصر سورة في القرآن الكريم. أقصر سورة. بطل يا بدر وبشرة سيدة تغشش فيه. راك صايم تخش النار. ما تخش النار. بطل يا جماعة معاش نمشي البدري. أقصر سورة. هو قال البدري مبدري. لا لا مش شغل. لا مش شغلي. لا الراجل مش غشرة. الكوثر. كيف عرفت؟ مش شغلي عرفت. جاك الوحي. لا لا لا. جاك الوحي من عند عيد البدر. صايم أصلاً. صايم يجيك عرفت. سبحان الله. بأنت جيت تحريم. والله إن شاء الله بقريب. قريب إن شاء الله يا رب. أو جاي الوحرج. يا رب إن شاء الله. من كان ناكل من واحد من الناس كنت نازع ما توقعتش إني الرد البعاطني. الحمد لله. والحمد لله عقبال أهل الصبر يا رب. إن شاء الله كلها ليبيا كلها إن شاء الله. حتى جمال روح الليتي. شفت زمان جمال في حلقة الليتي. حق حوشة شنو أنت مدير يا بدري جمال لما حق حوشة في الليتي. قاعد يبكي. أنت حصل فيك فرصة. أكيد نقول لك يا وجدي ربي يحفظك يا وجدي وربي يحفظ أخوتنا وخواتنا وعقبال تحية بلادنا بالكامل. هذا كوبون شراكة 50 دينار مقدم من مرمى رمول. تمام نزيدها. وهذه بطاقة دعوة لحضور مصحة هيثم درباش دولة الإسرافة كل يوم الساعة 11 على المسرح الوطني. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. ومن بكرة إن شاء الله عندنا خيمة رمضانية برا بتاعت الملابس. أي قطعة حق 15 جنيه ملابس تركية ما كانت لا قوة إلا بالله. جينا تفضل. بارك الله فيكم وربي يحفظكم إن شاء الله وكله بميزان حسناتكم إن شاء الله. شكرا كان أنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. هاي مع السلامة. يلا طبعا بدري فرحان حصل فيك فرصة يا جمال. بيوخر ليش ترد لي أنت قاعد واجي طويل أنا. تعال نشوف هالحويجة وحايس. يلا جت على المشاريب. عطشانه ان شاء الله. جاتك على المشروب زي بارك فيك. بحط سلتك انا تخير من تعبوك ماسك السلم بدري انت. شو الاخبار؟ الحمد لله بخير والله. مين عرفوا عليك؟ علي عبد السلام. سي علي في رمضان. نعم. ديما عايش يجيك التحشيش والله. شو بنقول لا مش شاق موضوع التحشيش ان شاء الله نقوله مشهور يعني. بيضا شو نسميه هذا؟ عنب وكلموني من الحوش عشان يسيبوني يعني. كمان دخل الدولة؟ الدولة عليك نور. ايش رايك تروح الدولة بحاجة أخرى غير المشاريع؟ والله كان فيها نصيب ما نقولوش لا. كويس. برنامجك شنو اسمه؟ برنامجك هو والله نقول لك حاجة يعني اسمه كبون. تمام؟ شايف أنت من قبل؟ أكيد. شو رايك فيه؟ من عامين تقريبا والله. اليوم هذا ربع سنة. أكيد أكيد أكيد. طولة عمرك يا رب. قول لي يا حاج، شو قلت لي اسمك؟ علي. يا سي علي. شنو هي الصورة القرآنية اللي ذكرت فيها البسملة مرتين؟ علي مهلك جمال نقالك رن نقال مالني رن نقال بدر ريتا نقالك ذكرت فيها البسملة مرتين. صورة سهلة إجابة سهلة وشيء موجود في حياتنا ويعيش معنا في حواشينا نلقوه في المحلات نلقوه في الشوارع وين ما تلقى السكر تلقى يجي يجري. لا صعبت علي يا حميدة والله. آخر حاجة قربت لك وين ما يحق السكر يجي يجري. ما اللي يحب السكر؟ أكيد حشرات النمل. سبحان الله هذا كده صعب؟ النمل. لا صورة النمل يعني. كيف عرفت؟ والله بمساعدتك. ربي يحفظك. بارك الله فيك. تحية والنبي يعطيه البدري. والله نحييكم. تسلم. وربي يعطيكم الصحة. وربي يهني البلاد. امين يا رب. امين امين. اهم حاجه نبوها ان البلاد تهنى وتريح ان شاء الله قريب ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. طيب عدي الحويج قول لي حويج شن تبي غير القزوزه؟ هذينا 50 جنيه مقدم من مرمى رمون. تمام. وهذه بطاقه دعوه المحظومه صحيت هيثم درباش دوله الاسرافه.
فيك في المسرح الوطني كل يوم الساعة 11. يفتح عليكم وينولكم اللي في بالكم ان شاء الله. عندك عويله؟ عندي اكيد. تمام، عندنا خيمه رمضانيه هنا قاعدين تركبوا فيها. تمام، الافتتاح بتاعها بكره ان شاء الله. ان شاء الله وانت طيب. فيها ملابس من عمر شهور لعند 14 سنه كلها ماركات تركيه وسعر القطعه 15 جنيه. وانت طيب. خلي البنات صغيره يلبسوا. وانت طيب ان شاء الله. وانت طيب. ربي يفتح عليك. الله يكرم انت بخير. ربي يحفظ. ربي يحفظ كل اهلنا في مدينه بنغازي، ربي يحفظ العاصيه بنغازي. تحيه كذا موجهه لمرمر مول. هذا من جديد نذكركم بان الخيمه الرمضانيه بتاع الملابس حنفتحوها لكم باذن الله تعالى في هاليومين. يعني احنا اليوم قاعدين نستف في البضاعه وبكره باذن الله تعالى افطر يا بدري. حنفتح لكم الخيمه. الملابس اللي فيها كلها تركيه بماركات رائعه جدا بالوان اروع ما يكون، وسعر القطعه 15 دينار من شهور لعند 14 سنه. تمام بدري، انت للاسف ما ينفعش تجيب عين اختك. اوكي 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 اوكي. مرحبتين، شو الاخبار؟ كيف انتم؟ بخير. تمام اوكي بدري يا فارسي. تمام، فميعادنا معاك ما زلنا في حلقتنا مستمرين. فاصل ونعود. هذا البرنامج برعاية مرمرة مول. مرمرة مول أكبر تجمع غذائي في بنغازي. أول حاجة وانت جاينا حتلقى وين تحط سيارتك وانت مطمن عليها. بعد ما تخش للمول حتلقى كل ما تبي، لحوم، خضروات، مواد غذائية، مخابز عالمية وكل احتياجاتكم في الشهر الفضيل. أسعارنا ما فيش لها بديل، تعالوا بروحكم وتأكدوا. مرمرة مول بنغازي، نبنوها نبنوها. يلا معاكم مازلنا متواصلين شدينا كرام، وجيناكم بعد هالفاصل. تحيه كده لمرمر مول راعي برنامجنا، وتحيه لكل من يزور في مرمر مول طيله شهر رمضان المبارك. وبابنا مفتوح يعني من الصبح عند الليل ما سكروش الحمد لله. خدماتنا كده لكل المواطنين داخل مدينه بنغازي، ونتمنى ان اسعار هالمول تكون في متناول الجميع وكل شيء متوفر عندنا. ما بينك ما في دعايتنا سمعتوها، الخضروات واللحوم والاسماك والاجبان وكل ما يبيها الصايم في شهر رمضان المبارك. طبعا منورين شباب. طبعا القسم هذا قسم كلنا نعشقه، يعني قسم رائع جدا للمخللات اللي يفتح لنا النيه على اللوكال. شنو ياخذوا منا يا قماطي بعدين واحنا مروحينه؟ خلاص تمام، تعالي نكملوا حلقتنا يا باتي. ناخذ هريسه وجب. جتني على هريسه انا اليوم، مش عارف شو شباب بعدك. هريستنا العربيه لا قوه الا بالله. تعال نشوف هذه شعر وين الناس، وين راحوا؟ يلا تعال يا بدري نخش ونشوف وناخذوا من ناخذوا من ناخذوا من. تعال عدوا عند 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 عيت علاء. عيت علاء للنوي مجينا. مش تعال عيت علاء وين؟ السلام عليكم. انت بخير؟ شنو حالك؟ خير عيت علاء. تعال يا فروجه، شنو حالك يا فروجه؟ شنو اخبارك؟ شكل انت بخير، كانك لاعب فيك والله يا استيان يا حميده. شو نقول للناس اليوم؟ ان شاء الله كلامك بخير، ان شاء الله كلكم طيبين. شو القهوه عندكم؟ 100 حميده والله. انت بخير والله، لعب فيك لصيام يا فروجه. ربي يحفظك فرج. تحيه كده فروجه هي لعيت علاء. مش عيت علاء انتم؟ واضح على البن. حلوه تزق على الواحد في الصبح هو لدير لجل شيء. تعال خشوا الهل يعبي في سلته. كم 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 شيء كم على عنب انتم؟ كم العنب؟ في الثلاثة إلى ربع. أسعار غالية ولا رخيصة المويه؟ والله كويسة في تناول الجميع. نوع الماء يعني. الحمد لله. وأنت شنو جوك؟ والله الحمد لله ما في. جاتك اليوم على عنب؟ على عنب جات. حد موصيك؟ ما لقيناش رمان. صار نفس اللون. نفس اللون. رمان والعنب واحد. لا لا الرمان من زيها. ترى شنو جوك؟ صابرين. حتى احنا صابرين نقول له. ربي يحفظك. تعرف عليك. سامي تورغي. سامي شو اخبارك؟ تورغي. ربي يحفظ تورغه ان شاء الله، وتردوا يا رب لتورغك وتنوروها وتعمروها من جديد. امين يا رب العالمين. امين يا رب. لك ما تنساش في العشاء الجماعي بعدين. وين؟ احنا ماشيين معاكم تورغه. ما عندكش مشكله، تفضل. والله ان شاء الله كنا نجو غادي نفرح معاكم فرحتنا كبيره باذن الله تعالى. قول لي يا سليمان صح؟ سامي. يا سامي. يا سامي يا سامي يا سامي. من خطيب الانبياء؟ خطيب؟ عليك زر. ايش زر؟ من خطيب الانبياء؟ سؤال سهل واخر سؤال، وعندنا جائزتين تاخذهم وتروح. خطيب الانبياء. مش خياراتنا في شكل مساعدات. فكر شويه. خطيب الانبياء. هل حلوه هلا تبدا هل انا هل هلا تخش فيها في انا طمانينه هل حجبتني هل هل قولي هاشم بعد هل هل شنو هل. كمل هل سيدنا من شعيب عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام؟ شعيب
السلام أو إبراهيم عليه السلام خطيب الأنبياء؟ شعيب عليه السلام. شعيب عليه السلام. شوف البدري ترى شنو البدري؟ هاي البدري مضبوط. واو ماضي مضبوط. هاي ماضي سليمان ريت وخا سليمان قلنا مضبوط سليمان وخا. نعم جمال هزلك يا جمال كمرت ها بخا بخر اثنين. هاي هو شعيب عليه السلام وهو خطيب الأنبياء. هذا قسيم شراكة 50 جنيه مقدم من مرمرة مول. هذه مسرحية دولة الإسراف هيثم درباش يوميا على المسرح الوطني الساعة 11 في الليل. الله يبارك فيك وجزاك الله خيرا. طيبين. شو بتاخذ خاطر عنب تو؟ والله قاعدين ها. جاي بروحك السوق؟ لا جاي ما يا صاحبي يا رب. يا رب خايف. بدي رزق عليه بدي. زرق عليه جمال. خلاص زرقوا عليك زرقت عليه جماله عبد الرحيم ما توصلش به خلاص طيبين وكل عام وانت بخير ونعاد عليك ان شاء الله بالصحه والعافيه امين يا رب شكرا لك انت بخير صحه طيب ان شاء الله مع السلامه مربوح يلا شكرا لك انت بخير شباب ان شاء الله ربي يعطيكم الصحه يلا يا شباب تسلم وجودك خلاص كملت حلقتنا ومسابقاتنا كملنا وجوائزنا كملنا ومعادي معاكم بكره ان شاء الله تعالى كربي اعطاني اعطاك عمر في حلقه جديده من برنامج كبول روح من باب الخروج تعالوا اي طبعا الحين وجهها لكل من يشاهد فينا عبر التلفزيون الليبي الرسميه تحيه لكل من يشاهد فينا عبر على مائده الافطار بعد اذان صلاه المغرب في مدينه بنغازي الحبيبه وصحه فطوركم وصحه شربتكم لكل مشاهدينا الكرام معادي معاكم بكره في حلقه جديده بجواز اكثر بكثير وحيكون معنا الجائزه جائزتين ومعنا كوبون كوبونين بدل 50 في جواز حتكون بقيمه 100 جنيه باذن الله تعالى عباره عن قسائم شراء ما بين مواد غذائيه وقسائم شراء للملابس الملابس حيكون افتتاحها بكره ان شاء الله هو اليوم شنو اليوم هو اليوم او بكره يعني في هاليومين الخيمه موجوده ملابس كملتكم سرقتها 15 دينار ملابس كلها تركيه بماركات عالميه من بين سنه او شهور لعند 14 سنه بنين وبنات تمام باش تجوا بكره تاخذوا كلكم بشتكم وحاجاتكم وعيدكم مبارك او احنا بشرنا بعيد ان شاء الله نظركم مبارك يعني معكم بكره الله يعينكم